السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فود كافي ديزاد، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلموا عن موضوع مهم، هو اليوم شفتوا المهزلة الكبيرة جدا اللي قامت بها الكاف، وهي أنها أعطت كأس إفريقيا لطنزانيا، كينيا، أوغندا. أوغندا اللي استقبلتنا قبل شهرين ولا ثلاثة أشهر في جاكوما، والسبب ما عندهمش ملعب معتمد من طرف الكاف، يعطولها كأس إفريقيا، والجزائر اللي بنات ملاعب ما يعطولهاش كأس إفريقيا. قبل ستة أشهر درنا فيديو تكلمنا فيه، تكلمنا على واش حصل في الشهر، لما بعض الناس كانوا حابين ينظموا كاس افريقيا بالشتاء، قلنا يا جماعه راكم غالطين في الطريق، يا جماعه راكم غالطين في الطريق. المسابقات في الكاف ما تندارش بالشتاء، لما تدير الشتاء من بعد ترجع تسب وتشتغل. الشتاء كانت عندنا محليه، الكره الجزائريه مسخره تعرفوا كيفاش ماشي، ولازم الان لانه باش الكره الجزائريه تسخرها لشخص، يعني ندير لازم مسؤولين من دون شخصيه خاضعين، وبالتالي المسؤولين من دون شخصيه هذو ما يديرولكش وجه في افريقيا. واش رحنا الطريق اللي ديناها الشتاء؟ احنا المفروض نظمنا الشان بافضل طريقه، كان علينا اننا فهم نقضوا على المنافسين تاعنا وندوا كاس افريقيا وحنا مغمضين عينينا، لكن اتبعنا طريق الشتاء اللي قلت لكم راكم غالطين، ومش هذه هي الطريقه، والافريقي ما تشيتلوش. النتيجه راكم تشوفوا فيها اليوم. على كل، انا الان نتكلم ولا ما نتكلمش؟ لاني ذا الكلام قلته في وقته الناس كانت تسب وتشتم، لانه للاسف الجزائري بصفة عامة يحب اللي يكذب عليه. حقيقة ما نهربوش منها. أما لما يلقى واحد يواجهه بالواقع يسب ويشتمه، وهي سياسة الهروب من الواقع إلى الوهم. يقول لك معليش كذب عليا، المهم تفرحني. على بالي بلي تكذب عليا، بصح معليش كذب عليا. الشتا ما تخرجش. اسمعوا واش هدرنا في ذاك الوقت ونرجعوا ليكم. مواقع متفاجئة، قنوات تلفزيونية وكأنها مصدومة، وعلاش تنصدموا؟ هذا نتيجة ما قمتم به. لما كنا نحذروا ونتكلموا ونقولوا، كنتوا تقولون أنتم أعداء الكرة الجزائرية، أنتم أعداء المنتخب الوطني، أنتم أعداء الجزائر. اليوم بان شكون هما أعداء الجزائر. الجزائر يا جماعة أكبر بكثير من سفهاء موتسيبي وجماعته، هذه لازم تعرفوها جيدا. في الشان لما قلت لكم يا جماعة أنه رانا زدنا عليها كثير، رانا زدنا عليها كثير لما نتكلم عن موتسيبي، شيتنا له فوق اللازم. لا لا يا جماعه، شوفوا باش تخدم نفسك في الاتحاد الافريقي لازم تخدم نفسك بالرجال، حط لك رجال في مناصب داخل الكاف، ماشي تجيب هنا وتشيت له. انا قلت لكم هذا موتسيبي لما كان هنا عندك اكيد يشكركم، اكيد يمدحكم، الناس تجي تسبك وتشتمك وتقول لك انتوما وانتوما وانتوما سلبيين. لا، ما انا سلبيين بل واقعيين. هنا فرق بين الواقعي والبلعطك، اذا حبي بلعطك ما نبلعطكش، نعطيك الواقع. لما كانوا يشكروا فينا قلت لكم هذا شكر تاع نفاق، هو رئيس الاتحاد الموريتاني هنا قال لكم ان ساند الجزائر في 2025، راح الموريتاني قال لكم انا ما قلتش، انا مانيش هو، انا واحد اخر اللي كان فما، انا ما جيتش اصلا الجزائر، يعني تبرى منا نهائيا. وهذا مثال على بقيه يعني الممثلين في الكاف. انت ما عندك حتى واحد مثلك في الكاف. من هنا تبدا القوه نتاعك، القوه تاعك ماشي بالشتاء، القوه تجيب العمل، تجيب لنا المسؤولين تصرف عليهم دراهم. هذا الشان درنا لهم، مش درنا لهم الشان ونظمنا لهم الشان، هذه البطوله اللي حد الان مازالوا يحوسوا شكون اللي نظمها، ما لقاوش اللي نظمها لهم، ما لقاوش الان اللي ينظم الشان. احنا نظمنا لهم الشان، صرفنا لهم دراهم، نعم لصوره الجزائر برافو، ورينا للعالم باننا هنا، باننا حاضرين. الجزائر غابت لسنوات، وهذه البطوله كان مفروض علينا اننا نثبت انفسنا وثبتنا انفسنا. ورغم الكواليس في الكاف
لكن هم بين وبين نفسهم محترفين. لكن قلنا هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. هل توما في حقوقكم كنتم تنتظروا أنه الكاف يعقب المغرب؟ لم يعقبش المغرب، هما خدموا ووصلوا، هم يدوا في النتائج نتاعهم، عندهم حق يدير الكواليس. حنا لازمنا نديروا رجال بنديروا الكواليس. يا جماعة الكاف تمشي بالكواليس، حاب يكون عندك اسم في الكاف لازم تكون عندك كواليس، حاب تنظم البطولات الكبيرة لازم يكون عندك كواليس. هاي كوت ديفوار، الكوت ديفوار ما عندهاش ملاعب، أجرها لعامين نورمال. مو كوت ديفوار هي اللي ديرت 2019 اللي دارتها مصر، ومن بعد قال لك معليش نعطوا الكاميرون وحنا نزيدوا ناجلوها الى 2023، ما لحقتش 2023، زادوا لها عام حتى الظروف مازال الاشغال متاخره. نعم عطاوها لك كاس افريقيا، كيف عطاوها لها؟ بالكواليس. الكاميرون كلكم شفتوا التنظيم نتاعها، كيفاش دات كاس افريقيا؟ هل دتها بالشتاء؟ هل اطبدا يعيط للرؤساء الاتحاديه ويشيت لهم؟ لا، بل عنده رجال في الكاف. اصلا لما نقول ايطو تعرفوا شكون هو ايطو؟ رجل عنده وزن، رجل ركع الفيفا وركع الانديه الاوروبيه، ولا الفيفا ولا الانديه الاوروبيه قدرت انها يعني تاجلوا الكاس افريقيا. اذا الرجال هما الصح في الكاف، عندك رجال ترفد راسك، ما عندكش رجال يا اخي غير حط راسك وبعد بعد مطريق بعد مطريق، خلي الرجال تخدم. إذا احنا الكرة الجزائرية لم نسخرها للجزائر بل سخرناها لشخص. الاتحادية الجزائرية ليست مسخرة للجزائر وللمنتخب الوطني بل لشخص. نعم ظاهريا هي مسخرة للمنتخب الوطني، البراقي المغلق لصالح المنتخب الوطني، كل شيء مسخر لصالح المنتخب الوطني أقول ظاهريا، لكن باطنيا مسخرة لشخص، والجميع في الاتحاد الجزائري يخاف من شخص. كيف تريدون من اتحادية كلها جلها تخاف من شخص؟ المديرية الفنية، تخيلوا رئيس هذا ولا الديتيان هذا بسكري اللي داروه يجي يقول لكم لما سألوه عن المنتخب الوطني لازم براسته وكأنه داروا له بومبا تحت كرعيه. لا يا أخي، انت راك الديتيان، انت مسؤول على كل المنتخبات، خاف؟ لا خاطيني المنتخب الأول، ما تجيبوناش المشاكل يا جماعة، خلونا المشاكل. وكأنه الحديث عن المنتخب الوطني أصبح محرم من المحرمات. رجال الفاف يخافون من الكلام عن المنتخب الوطني. كيف حبيتوا هذا يجيبوا لكم حقكم من الكاف؟ بالله عليكم، رئيس الاتحاد يمشي بأوامر أشخاص نورمال هما في الحقيقة أقل منه. لما نجي نشوف سلم المهام للسلم تاع الوظائف في الكرة الجزائرية والاتحاد الجزائرية، الرئيس الاتحاد الجزائري هو الفوق ويجوا البقيه لتحت. حنا رانا نشوفوا العكس، اللي راهم لتحت راهم الفوق واللي راهم الفوق يرجعوا كاع تحته. لا، هنا الكره الجزائريه ما تصعدش. بطوله كاس افريقيا 2017 المنظومه في الجزائر والمنتخب نهمشوا فيه، غالقين براقي وغالقين سيدي موسى للمنتخب الوطني بين قوسين لشخص يتحكم في كل الكره الجزائريه. المنتخبات نتاعنا هايمه، ما يصيب وين يتحضر. تخيلوا انه سيدي موسى هو مركز تحضير المنتخبات، لكن منتخب 17 سنة يطايش برا وكأنه يتامى وكأنه احنا رانا التشاد ولا رانا نيجر ما عندناش وين نحضره، يحضر في ملعب الرويبة المؤسف يعني الأرضية نتاعو. للأسف هذا هو حالنا، رانا خاضعين لشخص. كيف حبيتوا نركعوا الكاف ومازال شو. إذا أعزائي المشاهدين راكم سمعتوا الآن، احنا وعلاش فرحنا بصادي ولا كنا مهم؟ انسان اذا صادي كمل بالعمل اللي قالوا ومشى بالبرنامج اللي قالوا، راح نكونوا اول ناس مساندين ليه. لانه اذا كنا رجال المنشات اللي راهم عند الجزائر الان، الكاف تجي طب 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 تحلل. اقول لي مشي غير احنا عندنا المنشات، غير احنا اللي عندنا الجمهور، غير احنا اللي عندنا تحبوه ولا تكرهوه، فقط الجزائر اللي تشوفوا مباريات الشان. يا جماعه هذا الشيء ما تصيبوش في اماكن اخرى. خاوتنا المغاربه احترموكم، مبروك عليكم على كل البطوله، لكن نذكركم بحاجه، اتمنى انكم تقبلوها بشكل اخوي. يجي كاس افريقيا 2025 اذا حيانا ربي، المباريات راح تجرى امام ملاعب فارغه شاغره باستثناء مباراة المنتخب المغربي. حقيقة مش غير المغرب فقط، في مصر شفنا المباريات، حتى تخيلوا مباريات نصف النهائي يا جماعة ملعب فارغ. روحوا شوفوا مباراة الجزائر ونيجيريا ملعب فارغ.
شو هي جماهير الجزائرية فقط؟ ملعب فارغ، تخيلوا نصف نهائي بطولة قارية بين الجزائر ونيجيريا ملعب فارغ، روحوا شوفوا الشعب. لعبة غانا ولعبة يعني لم المنتخبات هذه الكبيرة، حتى منتخب محلي ملاعب عنابة كانت ممتلئة، ملعب قسنطينة كان ممتلئ، شفنا يعني عدة جماهير. هذا الشيء ما تلقاهوش في دول أخرى، يعني الجزائر عندها المنشآت وزاد عندها الجمهور، ما كانش عندنا الرجال. الرجال كانوا هنا خاضعين وراكعين. ماهمش رجال على كل، لكن الآن صادق إذا مشى بالبرنامج اللي قالوا الاتحادية لازم أنت تكون تحكم، أنت تكون الراجل، أنت تكون الباترون، كاش اللي يحكم، أنت اللي تحكم. لما تكون اللي تحكم وكل الناس خاضعين تحتك، كل من ينتمي للكرة الجزائرية خاضعين تحتك، أنت لو بريزيدون، أنت الرئيس. كاش اللي ولحقنا وين؟ سمعتوا في الفيديو أنه حتى الديتيا لما يسقسي على المنتخب يخاف يجاوب. نحي عليا نحي عليا الربوج، جيب رجالة تخدم، جيب رجالة تخدم، كونك راجل ودور بيك الرجالة، الكاف تجيك هي تحلل فيك. إن شاء الله خير الكرة الجزائرية. معليش ثم كملوا في طريقكم، تبعوا اللي يكذب عليكم، ودق صادي بإذن الله يتبع البرنامج تاعو وتعرفوا شكون هما اللي كانوا حابين يدوكم الحياة، شكون هما أعداء الجزائر. احنا لما نتكلموا نتكلموا حرقة وحب لهذا البلد، أما هما يتكلموا حبا في أنفسهم وحبا للشيدة تاع الناس اللي تخلصهم. للأسف كان حتى واحد يجي يعلمنا الوطنية ويعلمنا حب بلادنا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.